وغادر رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشار نواكشوط صباح اليوم في ختام زيارة الصداقة والعمل التي أداها لبلادنا. ودعا الضيف الإسباني بمطار نواكشوط الدولي التونسي من طرف معالي الوزير الأول السيد مختار اللجاي والوسير المكلف بالأمانة العامة للحكومة ووزيري الدفاع والشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء والداخلية والترقية اللامركزية والتنمية المحلية ومديرة ديوان الوزير الأول ووالي نواكشوط العربية ورئيسة جهة نواكشوط وسفيرتي البلدين وعميد السلك الدبلوماسي في موريتانيا وشخصيات سامية في الدولة.